السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي درتو مع الحجر الصحي؟ كنتمناو من الله يرفع علينا هذا الوباء. اليوم ان شاء الله غادي نقدمو لا فوكاتشا الايطالية بطريقة مغربية، وتحية للزوج ديالي اللي غادي يعاونني باذن الله، وكنشكرو بزاف، لولاه ما كنت غادي نفتح كاع هاد القناة. شكرا شكرا شكرا. يلا نبدأ الآن على بركة الله. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله غادي نبداو. عندنا 500 غرام تاع الطحين، عندنا معلقة صغيرة تاع الخميرة، عندنا جوج معالق تاع زيت العود، عندنا قبيصة الملحة، عندنا هنايا شوية تاع الزعتر. غادي نبداو إن شاء الله نقطع الطحين. زيت العود، ناخدو شويه نتاع الزعتر كنسمو به العجين ديالنا. من طبيعة الحال الماء، والماء يكون بارد. من بعد ما جمعنا العجين تاعنا، بالنسبة للعجين خاصها تكون مرخوفة شوية، ما تكون شي قاصحة. من بعد ما خلطنا العجين تاعنا غادي نخليوها ترتاح، غادي ندهنوها شوية تاع الزيت، زيت العود، ندهنوها ما تلكوها شي بزاف، ما كتبغي شي تلك بزاف، غير جمعوها. وغادي نخليوها ترتاح لمدة تاع ساعتين مجانا، غادي نغطيوها بالسلوفان. بعد ما خسمرت لينا العجينة نتاعنا، ندهنو اللاطة نتاعنا. العجينة نتاعنا طقنا العجينة تاعنا، كنبركو عليها هاكا بالصبيعات تاعنا، عندنا هنايا عندنا العمارة باش غادي نعمروها، عندنا لا طوماط سوريز، عندنا البصلة، عندنا الأنشوبة، عندنا الزيتون الأسود، عندنا زيت العود، شوية نتاع الإبزار، الملحة والزعتر. غادي نبداو بسم الله. ناخدو مطيشة،
نكسوها هكا، نحاول نبركو عليها باش تغرس. ناخذ الانشوبه بعد ما غسلناها ونقيناها، كنستفوها بهذه الطريقه هذه. بعد ما سنينا الشوبة نتاعنا ندوزو البصلة، هنا البصلة كتبقى حسب الاختيار الإنسان ملي كي والحشوه كتبقى اختياريه الانسان الا بغى يبدع. حنا كتكون كتصاوب شي لوحه يبدع، راه كينزل الانسان فاش يكون تيصاوب شي حاجه راه كيكون كيبدع الانسان. وهاد الفوكاتشا راه كتجي زوينه بالنسبه للوليدات اللي ما كياكلوش الحوت، كيوليو ياكلوه. كدير بالبصلة والزيتون والزيت العود، كدير بطاطيك مسوريز، الناس يديرهم هكا في الكاسكروت للوليدات، وكتجي لذيذة 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 بزاف. واللي بغا يدير فيها الفرماج كتكون بديلة للبيتزا واقتصادية. الانسان الا كان الوليدات عنده كيبغي يدير كاسكروت ولا شي حاجه ما لقاش يدير لهم. هذا هو الشكل النهائي نتاع الفوكاتشا نتاعنا، وبالصحه والراحه ورمضان كريم.